جايز اليوم رح نعمل مقلب بأمي، كتير 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 متحمس لهذا المقلب. أنا هلأ لازم روح وجيب أختي الساعة 3:30، كان لازم روح وجيب الساعة 3، بس كنت عم صور كم شغلة. هلأ رايحة وجيبها من الروضة ورح أعمل مقلب بأمي إنه أنا عملت حادث سيارة، لأنه بيعرفوني إنه ما بعرف كتير سوق السيارة لأنه لساتني جديدة، بيعرفوا إنه أحيانا بعمل غلطة أو هيك شي، فرح احكي معه واعمل مقلب فيها. فيا خليكم على الفيديو، كتير 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 متحمسة. او ماي جاد، امي عم تدق لي لانه لازم اروح واجيب اختي. بس هرم، باي باي. هسه سألتني اذا رحت وجبت اختي، فهلا رح نروح و ليتس جو. سنعود بعد قليل. مرحبا يا حلوين، عم تسألوا حالكم اكيد مين هي. مرحبا، انا سورياز من المستقبل. فحبيت احكي لكم اليوم عن شيء كتير 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 حلو، لهيك قلت خليني اقطعكم شوي بالفيديو، بعد كم ثانيه رح تقدروا انكم تكملوا الفيديو. المنتج هو هاد الجيل من بنفيت اللي بيجنن عن جد. طلعوا على حواجبي، انا هلا عاملتهم بهاد الجيل، كتير 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 حلو، بنصحكم فيه. وهذا بصراحة بهاي الفترة المنتج المفضل اللي للحواجب من بنفيت، من كتر ما بيجنن عجد ما بستغني عنه أبدا. عدنا. اوكي يس، فانا هلا رحت وجبت اختي من الروضه، وهلا اخوي كمان معي، وهلا رح اتصل بامي، كثير 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 خايفه، ما بعرف شو اقول لها. او صحيح، اذا حكيت معها لازم احكي معها بالكردي، لانه اذا حكيت معها بالعربي رح تعرف انه هو مقلب وشي غريب يعني، لانه نحن دائما بنحكي مع بعض بالكردي. رح اقول لها انه تتصل بشي حدا بالبيت، لانه بعرف انه هي هلا مو بالبيت، وتقول لهم انه لازمني الهوية تبعي لأنه هي مو معي، وأنا عملت حادث، هلا البوليتساي الشرطة هون وبدون الجواز تبعي أو الهوية تبعي. فإذا كان الاتصال كتير قصير رح نحكي مع والله متوترة كتير. ألو ماما. ها مثل مالي؟ نا والله صادم جنب بابو أزو جاوية يعني ماما، يعني تنهال مالي هنا؟ يعني تدنيزيكي مالي؟ انا بتشي ماما بتشو محالسك تشيكا خدينا حالك خواس كيسوسا نو ماما ليه مازينة ماما تخديكي ماما نبي جابا بدي ليه منافي سر مقهر نولخ وعارس كي ليه مازتهري نابتشي هوية مش مالي بينا هنا؟ تبكاري بيني جم أهناز جم روضة أهناز جكو بوليتساين هالفي داريا ودفن هوية م... ماما تخديكي ماما تخديكي أوناك ماما دي لي طنبالي أزو تشافي تشورم بي باصي ولا بكرتكي باصي بينا نزان ماما تخديكي ماما ونبي جم تشاوة ونزام تشاوة نزام تشاوة تشبولي متبياس بارك كمنا از چون پشته و مهونی دی السیاره پشت میکد و اوا واشکا داوی واشکا یا جم رو داوی خواه؟ ایره یا جم رو پرکه اوی داره نبیجه بابو ها نبیجه جم مناس چپکم زانو نکاری وره بی ام زام لزانو کانی قی تمام که زانو لبکم هویت الکوی داره هوية من السر سر أوامنا سر يا مش هاي سر من ما يزيد ماما قصدة وصمت عادي أنا ترصد الحظين أوزد أزنما تزان مكتبها من سر مكتبها منا تمام دي هلا باي باي كيفش خنقينش أوكي صدقت والله جايز أمي صدقت الموضوع وهلا رح تتصل بأخي هيك وهيك عصب تمام والهلا رح ياخذوا منا 1000 يورو ورح يعطوها بونت انه نقطع على شو اسمه على هي وقول انه ما انت مو بالبيت تمام جايز كثير متعزه شفتوا كيف صدقت الموضوع دغري والله انا ممثله منيحه بس ليش كش الو ها دقيقه دقيقه شيا
اس محلي نوما اجل ورا هوية سوسو بس سوسو حادثة تكريان و روضة كو داري زهر مالي بين بس محلي بابو نوما كو داري روضة روضة احنا تشوكو بريتاي حالتنا ايه كو تشا حادثة تكريان باشباشكي بغيرا داوي يكيش كانديا نا والله دكان زهر بوليتاي تشاو بغيرتنا بخيب بوليساي راش تغلينا ماما نقطك جيتي ماما لا لا تشتاك جينا بلي نقطة ويتم دينكي اختي تشتاكي ويش كستي طم بلا لي خستي اري بس داوي واقوش كستي ما بس داوي بس داوي تراسي دي جينا المهم دكان هات ورا ازهم شربين ورا عجلات ازهم كو داري ورا هر روضاي كو دار روضاي ازي چاو هرم وتهرب اوكا ازيب من شهر مروضاي بي باصيغره ات عجلة ولا ودرت بيت الزيواري نقطك وبلكي بلكي اشترافكي مظنجي ليبخن فازشغن تأمين تاني هزار يورو دكا يلا دي يلا دي يلا باي دي باي باي صدقت بس هي هلا جايز رح تروح على البيت اتصل فيها الا انه مقلب جايز هلا هي قالت لاخي انه دغري رح تروح على البيت مشان تجيب الهويه فرح اتصل فيها مشان ما تروح على البيت ماما تشكر بس انا هابينه شو ما بيه تشوي كوداره شو ما له هويه تبي مزونه وري بكينش ترى ماما شو ما فينك والله العظيم سوسو حقيت كشتنا حيواني بينام تكتر كير ألتا ألتا قولي هاي للمتابعين هاي والله راح أقتلك بس تجي على البيت والله العظيم قلت انا والله العظيم سلام عفوك ماما بحبك كثير وانا اسفه كثير تعيشي وتاكلي غيرها يا جايز هاد كان المقلب بتمنى انه عجبكم اذا بتحبوا هيك اكثر مقالب احكوا لي بالكومنتات وكمان قولوا لي شو اعمل مقلب بهاد لانه كثير حابه اني مقلبه وكمان كثير 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 رح افرح اذا حطيتوا لايك على الفيديو شكرا كثير 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 للعالم اللي حطوا لايك كمان لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد ويا بشوفكم فيديو جديد ان شاء الله او بمقلب جديد مين بيعرف